غزة، ايوه مطلوب ان تبقى حكومة تكنوقراط ايوه تقعد علشان تدير 6 أشهر لحد ما يحصل انتخابات في غزة. نعم ده مطلب الجميع يعني. وجد بقى ايه طبعا اسرائيل قالت لك حماس تخرج من غزة. ايوه لكن ممكن في التفاوض تقول ايه يعني الناس اللي بتتفاوض نخلي حماس ده حزب سياسي. ومعلش يا مدام عز، نعمل حزب جديد اسمه عبد الله. اي حد انت فاهمه يعني ايه حماس دي تريد مارك متسجله في الشارع العقاري. انما يعني ممكن اللف، وطبعا هم خايفين من كده. وقالوا ان حماس تتعهد بعدم الهجوم مجددا. تمام، خش على اللوحه اللي بعد كده. تمام، البند رقم بقى 5 و6 و7 دول بيتكلموا على اساس وضع الحكومه الفلسطينيه عشان تسيطر على غزه. لان هم برضو العالم كله عايز انه يتم انتخابات جديده في الضفه الغربيه. وحتى قالوا انه يعني يوضع للرئيس عباس وظيفه او حاجه شرفيه. تمام، لانه لو حصل انتخابات ممكن ما ينجحش. تمام، انما عباس ده قاد القضيه السنوات اللي فاتت كلها. تمام، فلازم يبقى ياخد موقف شرفي. تمام، نيجي على البند رقم 6. ايوه، بعد ما تخرج اسرائيل مين هيسيطر على غزه؟ ايوه، وخاصه ان اسرائيل بتصمم ان حماس مش هتبقى تسيطر عليها. ايوه، فكان ويليام بيرنز لما جه قابل الرئيس السيسي قبل كده عرض عليه ان مصر تتولى السيطره لمده 6 أشهر تعمل فيها انتخابات. واتعرض على مصر مبالغ رهيبه، وبقول اهو مبالغ رهيبه، واسلحه ومعدات للقوات اللي هتقعد جوه دي، يعني قوات تساوي مثلا جيش ميداني. تخيلي هتاخدي بقى كل الاسلحه. والله يستر الرئيس قال لك لا شكرا. احنا لن نتدخل. اللي سيطر على غزه على غزه تبقى هي الدوله الفلسطينيه. ولكن في اقتراح ان هتتكون قوه سلام عربيه. ايوه، ده برضو من ويليام بيرنز حياته. أيوة، طب نعمل قوة سلام عربية تسيطر على الكلام ده عشان ما تبقاش تبقى. وانا ده رأيي الشخصي بقى. لو انا هنعمل حاجة زي كده يبقى في اطار الجامعة العربية، عشان مش امريكا تقول هاتوا مصر وفلانة وفلانة. لا، يبقى في ادار كيان، إدار هو كيان بالفعل عربي موجود. وبعدين في حاجة برضو، الكيان العربي العسكري طبقا لميثاق الدول العربية، جامعة الدول العربية، رئيس الاركان المصري هو اللي بيقود. تمام، فهماني؟ فبرضه هيبقى لمصر طبقا لهذا الكلام حاجه كويسه. تمام، اخر حاجه بقى، ودي حاجه كويسه جدا. ان يعني بعد ما لو وصلنا لاتفاق سلام، بيطلبوا انه امريكا يا مدام عزه هي اللي تقدم مقترح الى مجلس الامن. مجلس الامن ده بتاخذ قرارات وتنفذ. تمام، مش الجمعيه العموميه. تمام، الى مجلس امريكا تقدم مقترح القرار بتاع السلام ده، وتديه لمين؟ للامم لمجلس الامن يطلع بيه، يبقى الكل ينفذ. تمام، واعتقد ساعتها لا روسيا تعمل بقى اي حاجه، ولا الصين، ولا حد هيعمل فيتو. لا، لان ده هيبقى اتفاق من الناس كلها، لانه متقدم من امريكا. بالظبط بالظبط، متقدم من امريكا وخلاص. وكلنا مفروض كعرب هنتفق، والفلسطينيين هتتفق، وحماس هيتفق. ونرجو ان هذا الكلام يتم. وانا بقول دي الفرصة الاخيرة، اذا ما تمتش هتبقى مشكلة كبيرة. مشكلة.